مشاهدينا دلوقتي تعالوا نروح مع حضراتكم نتابع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الجوله الخامسه من كاس الاتحاد الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمصر هتشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة البريكس واجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الجديد بمدينة ساو باولو البرازيلية. كما يجري الدكتور محمد معيط وزير المالية عدد من المداخلات المهمة خلال جلسات اجتماعات البريكس وأيضاً اجتماعات مجموعة العشرين، بيركز فيها على إبراز الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية بما في ذلك معالجة أعباء الديون عالمياً والحشد الفعال للموارد العامة والخاصة نحو اقتصاد أكثر استدامة وتطوير الهيكل المالي العالمي. النهاردة هتقيم دار الأوبرا المصرية احتفالية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر في ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، وده في 8 مساء على المسرح الكبير. بيتضمن البرنامج باقة من أجمل أعمال كوكب الشرق ومنها أمل حياتي، الأطلال، حيرت قلبي وفكروني. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية في إطار مؤجلات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري. هيلتقي الأهلي مع بلدية المحلة في تمام الساعة 7 مساء. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة الخامسة من مسابقة كأس الاتحاد. هيلتقي بيرنموث مع ليستر سيتي في 9:30 مساء، وفي 10:45 ليلا هيلتقي بلاكبيرن مع نيوكاسل يونايتد، والساعة 10 بالليل هيلتقي مانشستر سيتي مع لوتون تاون.